Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتي فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. نهدي هذه القراءة الشريفة والختم الشريف إلى روحي وضريحي ومرقد سيد الأنام مصباح الظلام المظلل عليه من الحر الهجير بالغمام مولانا ومولى الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم لرحفانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وإلى روح التابعين وتابع التابعين، وإلى روح الأربع الأبطال المتدركين في الدين والمشايخ الكاملين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين في الدين، وإلى روح كل ولي وولية في مشارق الأرض ومغاربها أينما حلوا وحلت أرواحهم بغيب علم الله المكنون، خاصة وخصوصا إلى روح أجدادنا أهل الحمى وأهل الحواش، خاصة إلى روح جدنا الدرويش الأكبر والكبريت الأحمر راعي الغزلان ورب ومربي الأيتام جدنا الشيخ الدرويش سليمان قدس اللهم سره ونور اللهم ضريحه وانفعنا والحاضرين والغائبين من فيض وبركاته وأمداد وعلومه الشريفة
ولا روح صاحب الحضرة جدنا الشيخ محمد الهندي، ولا روح جدنا شيخ الطريقة الشيخ على أبو خمر قدس اللهم سره، ولا روح آبائهم من قبلهم وأبنائهم من بعدهم وخلفائهم ومريديهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، خاصة إلى روح شيخنا ومرشدنا ومعلمنا وأستاذنا الشيخ عبد الوهاب الشيخ إبراهيم قدس اللهم سره، ونور اللهم ضريحه وأنفعنا والحاضرين من فيض وبركات علومه الشريفة، وإلى روح شيخنا الحاضر أطال الله عمره بالصحة والعافية والسلام، تقبل يا إلهي واستجب يا أرحم الراحمين، اللهم لنا ولوالدينا ووالد جماعة الحاضرين ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم، اللهم لمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، وإلى كل من له حق الدعاء علينا، تقبل يا إلهي سيدي واستجب بنية الشفاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء والحفظ من كل وباء، وبسر سورة الفاتحة مع الصلوات. حبيب الله سيدنا محمد وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد صلى على الحبيب سيدنا محمد.